انا كنت عايش بعيد عن اهلي وبعيد عن ابويا اللي هو كان عايش لوحده ومعهوش بس غير ست كبيرة في السن اسمها عايدة، هي اللي كانت بتساعده في البيت وهي اللي كانت بتجهز له يعني اللي هو محتاجه. وفي يوم من الايام كلموني وقالوا لي ان ابويا توفى وان انا لازم اروح علشان احضر العزاء وكذلك يعني اشوف الميراث، لان انا وحيد ابويا ووحيد اللي حفيد العيلة يعني. فبعد كده رحت هناك والدي كان عايش في قصر اللي كان ورثه عن جدي الباشا، ف المفروض كان يبقى بتاعي، فانا حبيت ان انا يعني اسكن فيه. فجيت في اول ليلة عشان ابات هناك. بعد يوم شاق جدا وبعد ما خلصنا العزاء ورجعت البيت بتاع ابويا، فطلعت على اوضتي القديمة، هي كانت متربة شوية، كان حد ما دخلهاش من سنين او حتى عايدة ما بتخشش تنظفها اساسا مع انها المسؤولة عن النظافة هنا. المهم دخلت وروقت اوضتي وبعدين نمت من التعب، نمت على طول. ف وانا نايم سمعت صوت حد يصرخ من الالم، صوت اهات، انا سامع صوت اهات من تحت. فجريت بسرعة بشوف عايدة ممكن يكون حصل لها حاجة، في حاجة حصلت. فجريت بسرعة ونزلت لقيت الصوت جاي من أوضة أبويا اللي هي أساسا كانت مقفولة. حاولت المفتاح أفتح الباب، هو كان معوصلك شوية ولكن فتح معايا، ودخلت لقيت الأوضة فاضية. فجأة لمبات الجاز اللي كانت على الحيطان، لأن مفيش كهرباء في القصر، ولعت لوحدها. وبعدين سمعت صوت الأهات تاني. ببص كده لقيت والدي على السرير، منظره كان بشع جدا، جسمه كله دم وأزرق أزرق حرفيا، وفي العظم خارج وبارز بره جسمه، وعمال يستنجد بيا ويقول لي مدحت 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 أرجوك ساعدني مدحت مدحت. وأنا واقف، طب أنا أعمل إيه؟ فجأة من العدم ظهر كائن غريب طويل أسود، ظهره محني ويبصلي كده، وشه أحمر وعينيه سودة، وبدأ يبصلي كده. ساعتها قرب مني جامد، وأنا حاولت إن أنا أبعد وأفتح الباب، مش عايز يفتح. بصيت كده عليه وهو بيقرب مني، وأول ما قرب مني خالص وصف وشي، منظره كان من قريب كان يرعب، كان يقتل. وبعدها اختفى من مكان ما جه، اللي هو اللي أنا مش عارفه هو جه منين. وكذلك أبويا اللي كان على السرير اختفى، واللمبات انطفت. قفلت الأوضة ورجعت تاني على السرير، وانا طول الليل سامع صوت حد بيخبط على خشب، بيدق حاجة، في حد بيعمل خرسانة جنبنا مش عارف، بس الصوت مش جاي من بره، الصوت جاي من جوه القصر. مشيت اليوم عادي، وبعدين تاني يوم قلت اكيد في حاجة غلط، المكان ده في حاجة غريبة. استنيت لما عايدة خرجت من البيت وفضلت أفتش في كل حاجة، وأول حاجة بدأت بيها كانت أوضة أبويا. الأوضة كانت كلها تراب، كأن محدش كان عايش فيها أساسا،
أو كأن المكان ده مهجور بقاله سنين. بصيت تحت السرير، شميت ريحة غريبة. بدأت إن أنا أزق السرير، بصيت تحت منه ولقيت باب. فتحت الباب لقيت في سلم. افتكرت كلام والدي اللي كان بيقولي إن في تحت القصر ده ليه سرداب أو بدروم. فنزلت طبعا بفضول ونورت التليفون بتاعي عشان خاطر أشوف، لأن مفيش أي إضاءة تحت. بصيت كده وأنا نازل على السلم بعد ما وصلت الأرض أو لمكان يعني عميق جدا، ببص كده لقيت فيه باب، والباب ده متعلق عليه خشب مقفول بالعرض كده ومدقوق مسامير، على أساس إن محد يعني اللي بيعمله مش عايز حد ينزل هنا. بصيت كده على الخشب لقيت إن الخشب جديد، وكذلك المسامير كانت بتلمع جديدة كأنها معمولة من قريب. بصيت كده على الأرض لقيت شاكوش في الأرض، قلت يبقى أكيد الصوت اللي أنا كنت بسمعه امبارح هو ده، يبقى عايدة كانت بتدق المسامير هنا وهي اللي قفلت الباب ده. في ايه ورا الباب ده؟ مش عايزاني اشوفه. بكل فضول اخدت الشاكوش وبدأت ان انا اشيل في الخشب وفتحت الباب. واول ما فتحت الباب شميت اخضر ريحة شميتها في حياتي. فتحت الباب ودخلت، لقيت مكان فاضي، انا مش شايف حاجة بس ريحة قذرة جدا، ريحة مؤلمة. بعد كده سمعت صوت موبايلي هو بيرن الرن اللي هو قبل ما يفصل ده على طول، وفعلا انفصل. بعد كده بدأت أشوف المكان، لقيت كله تراب وتراب على الأرض وفي حاجة بتنقط من السقف. بعد كده حاولت إن أنا أخرج، الريحة بقت لا تطاق. بدأت ان انا احسس، لفيت ظهري كده وحسست على مكان الباب اللي انا لسه داخل منه. الباب اختفى. بدأت ان انا احسس في دواير وتحت وفوق، انا مفيش الباب، الباب اختفى. انا حاليا بين اربع حيطان. وقفت كده محتار هعمل ايه، وفجأة من العدم ببص كده لقيت من الحيط اتفتح باب، والباب ده كان خارج منه نار. نار بمعنى نار. وبدأت الإضاءة تبان حواليا، وفجأة لقيت باب تاني ظهر جنب منه، هو باب أسود. ولقيت على كل باب فيهم متعلق واحد من رقبته بحبل كده جاي من السقف. فبصيت كده على ملامح الناس دي، لقيت ان انا ده شكلي وده جسمي ودي ملامحي. طب هو ايه ده؟ فجأة من العدم ظهر لي نفس الكائن اللي انا شفته في اوضه ابويا امبارح، وفجأة بصلي كده، وبعد كده بصلي وقرب مني تاني، وبعدين وراني ورقتين او كارتين زي بتوع الحكم كده، لكن ده ازرق وده احمر. وراهم لي كده وكأنه بيخيرني، بيقول لي اختار، بيقول لي اختار الطريقة اللي انت عايز تموت بيها. امتنعت على الاختيار واستنيت في حيرة مش عارف هعمل ايه. انا مش عايز اموت، مش عايز تكون دي نهايتي. ساعتها افتكرت المذكرات اللي انا لقيتها في أوضة ابويا، وفضلت اقرا فيها شوية. لقيت فيها جملة كده عجيبة كانت معلم عليها كده بقلم، وجملة مش مفهومة بس انا قريتها فافتكرتها. كان بيقول فيها: واذا خيرك للمرة الاولى فقل اود التعارف اولا. ساعتها ما كانش عندي حل تاني، فعملت زي ما قال وقلت له اود التعارف اولا. ساعتها شال الورقتين من قدامي، وبعدين البيبان كلها اتقفلت، وخرجت من
بدروم. تاني يوم قلت انا مش هقعد في المكان ده تاني، وبعدين اخدت شنطتي ورحت على محطة القطر ووقفت على الشباك وسألت اذا كان في اي قطر رايح القاهرة النهاردة. فعرفت من الراجل اللي هو شغال هناك ان مفيش اي رحلات للقاهرة النهاردة. بعد كده طلعت تليفوني علشان خاطر اتصل بعمي، فجأة لقيت ان التليفون بتاعي وقع في البدروم وان انا مش لاقيه. فبعد كده اشتريت تليفون صغير كده امشي بيه حالي، وكنت حافظ رقم عمي فحاولت اكلمه ما ردش عليا. فكانش عندي حل غير ان انا بات هنا النهارده، بس مستحيل ارجع القصر تاني، انا مش هبات في القصر ده تاني. ساعتها كان في لوكاندا قريبه من محطه القطر، قلت ابات فيها الليله ديت لغايه ما الاقي رحله بكره. وساعتها رحت وحجزت اوضه ليله ودخلت نمت على طول، ما استنيتش وحطيت تليفوني جنبي ونمت، اللي هو التليفون اللي انا اشتريته جديد النهارده. نمت وفي الليل صحيت على تليفوني هو بيرن، بس لما صحيت فوجئت بحاجة، الرنة دي رنة موبايلي القديم اللي أنا نسيته في البدروم. ساعتها قمت كده مفزوع، بصيت كده لقيت الموبايل فعلا جنبي. ساعتها قلقت جدا وحسيت ان انا وقعت في مصيبه كبيره قوي. ساعتها قمت قلت اروح الحمام اغسل وشي، ودخلت فعلا الحمام. الحمام كان الوحيد اللي نور، وانا كنت مطفي نور الاوضه، ما كانش فيه بس اي اضاءه غير اضاءه التلفزيون اللي انا سبته وانا نايم. وساعتها من الازاز بتاع الحمام شفت نفس الكائن طويل واقف في الأوضة بتاعتي. ما رضيتش اطلع من الحمام ولا قابله تاني، فضلت مستخبي من الحمام. وبعدين لقيت الحمام غرقان كله دم، ولقيت كائنات أقزام كده عمالة تجري حوالي مني. وفجأة لقيت نمل أسود كبير بيجري على كل حتة في جسمي، ألعب في هدومي وأنا حاسس بتقريص النمل وهو بيقرص، بعض دم بيقطع فيها، مش تقريص نمل عادي خالص. ساعتها وشايف الكائن وهو عمال يرزع في الباب بيخبط على الباب. ساعتها فضلت الكام ساعة دول على نفس الحال، ما بين الخوف من الشيء اللي انا مش عارف ايه هو عمال يخبط على الباب وتقريص النمل الغريب والحمام اللي غرقان كله دم. ساعتها وقعت على الارض. وتاني يوم صحيت الصبح اشم كده لقيت ريحة مش غريبة عليا، دي الريحة المعفنة اللي انا شمتها في البدروم. فصحيت وقمت كده ابص حواليا، انا مش في الاوضه بتاعتي ولا في اوضه الاوتيل، صحيت في البدروم. ساعتها بسرعه برضو خرجت من البدروم، رحت على محطه القطر تاني عشان خاطر اشوف اي رحله راح القاهره، عشان خاطر امشي ونفس اللي حصل اتكرر تاني. التليفون بتاعي نسيته هناك، واكتشفت ان مفيش اي رحلات راح القاهرة النهاردة، وكذلك عمي ما رنش عليا ولا حتى رد على التليفون بتاعه. ساعتها قلت هو في ايه بالظبط، الموضوع بدأ يبقى قاسي قوي. ساعتها رحت العايدة وقلت اكيد هي اكتر هتبقى عارفة ايه اللي حصل. رحت هناك للقصر بتاع ابويا اللي انا ما كانش نفسي اني ادخله تاني، ولقيت عايده هناك وسالتها هو ايه اللي بيجرى، ايه اللي حصل. ساعتها بدات تحكي لي عن كل حاجه، وان المكان ده اساسا
جدي الكبير هو اللي لقاه وكان مصر انه يفتحه ويشوف اذا كان في حاجه هنا ولا لا، وساعتها اخواته رفضوا ولكن هو اصر لوحده انه ينزل. وساعتها جاب شيخ او دجال، مش شيخ، جاب دجال وحاول انه يفتح المكان ده. وساعتها حصل اللي حصل وجدي مات موتة بشعة، وكذلك ابنه اللي هو جدي التاني، وكذلك ابنائه لغاية والدي. والدي كذلك حاول يفتح المكان ده. ساعتها انا قلت لازم انا كمان اعرف ايه اللي حصل وازاي اتخلص من اللي حصل. فروحت الدجال بمساعدة واحد من صحابي قال لي عليه، فكلمته ورحت له هناك. فبقول له انا حصل عندي كذا 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 ومحتاج انك تيجي تفتح المكان ده. قال لي ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا، انا هاجي لك بكره. وقال لي على كذا حاجه هجيبهم، وبعد كده قال لي ما تقلقش الموضوع بسيط خالص، هات بس انت الحاجات دي وانا بكره هكون عندك وهنفتحه. بس انا خد بالك انا ليا جزء كبير، انا ليا 20% من اي حاجه هتطلعها من تحت. قلت له مش مشكله انا عايز اخلص. ساعتها فعلا تاني يوم جاني وكان معاه في ايده شنطه سودا فيها حاجه بتتحرك، بس ما سألتوش عنها. ونزلنا تحت انا وهو، وفجأة مسك جردل المية كنت قايل عليه وبتاع اسود كده غرقه المية، وبدأ ان هو يرش على الارض وبدأ يجمع التراب ده وعمل دايرة كده حوالينا، وبدأ ان هو يقول طلاسم غريبة، طلاسم انا مش فاكر منها حاجة ومش عايز افتكر منها حاجة. وبعد كده طلع الحاجة اللي كانت بتلعب جوه الشنطة وطلعت قطة سودا قام ذبحها بدون أي إحساس بدون أي مشاعر، ذبحها وبدأ بالدم بتاعها يرش على الأرض ورماها بره الدايرة اللي احنا كنا فيها. وبدأ يكمل يقول طلاسم تاني ويقول ويعيد ويقول ويعيد، وأنا سادد وداني مش عايز أسمع، ولكن كنت مستني اللي هيحصل. فجأة ظهر نفس الكائن الطويل، وساعتها شفت ضوء قوي ظهر من بعيد، وساعتها أغمى عليا ما وقعتش باللي حصل بعد كده. صحيت من الغيبوبة اللي أنا كنت فيها، لقيت الدجال كان راقد جنبي ورقبته مقطوعة. الكائن ده قتله، جريت بسرعة وقلت لازم يكون في حل. ساعتها كلمت صديقة ليا كنت أنا بحبها وكنت نفسي أتجوزها يعني، فاتفقت معاها إن هنخرج، عايز أفك شوية مش قادر أتحمل الضغط ده كله. فرحت أنا وهي اليوم ده وخرجنا، رحنا الملاهي ولعبنا كذلك ألعاب، وطلبت مني إن أنا أكسب لها النمر اللي هو بيبقى متعلق ده، ومفروض إن أنا أنشل على البرطمانات اللي هو بيبقى حاططها دي. فأنا بكل شغف فقلت لها ماشي، ورحت فعلا ووقعتها وجبت لها النمر اللي هي كانت عايزاه. بعد ما الليل ليل رجعت القصر تاني، لان انا عارف ان ده بقى قدري وانا قادر ان انا اكون موجود في المكان ده. انا رجعت وجبت المذكرات بتاعت والدي وبدأت ان انا اقرا فيها عشان خاطر اعرف ازاي اخلص من ده. فوصلني القصة كلها واللي حصل والمرات اللي هو دخل فيها اللي كان عدتها ثلاثة، وفي كل مرة كان بيخيره. وبعدين لقيت ان الصفحات الاخيرة اللي هي كانت قبل موت جدي على طول كانت موضوعة، فحاولت ان انا افتش عنها، فاستغليت عدم وجود فكرية ودخلت قلت اكيد فكرية هي اللي مخبيها، ما اعتقدش ان والدي هو اللي قطعها. وساعتها دخلت المطبخ لان ده اكتر مكان بتكون موجوده فيه، وبدات ادور في الادراج على حاجه قديمه، على شنطه مقفوله، على اي حاجه تدلني على اللي حصل لوالدي وازاي ان انا اهرب من اللي انا بيحصل لي ده. بعدين لقيت شنطه سودا كده كان موجود فيها ورق كتير قوي، بدات ان انا اطلعه ولقيت فيها حاجات مذكرات لاجدادي كلهم من اول جدي الكبير اللي لقى المقبره ديت او المصيبة اللي احنا فيها دي. ساعتها بدأت ان انا اقرا فيها واشوف ايه اللي حصل، ووجدت ساعتها
القصة الكاملة كلها، وفجأة لقيت الأوراق الأخيرة، وساعتها قريت الورقة الأخيرة لأبويا لما قال وخيرني للمرة الثالثة. وساعتها انتهى الكلام لغاية هنا. طب ايه؟ طب في حاجة بعد المرة الثالثة؟ طب جاوب، قال ايه؟ طب ايه الصح؟ نزلت البطروف في نفس الليلة، وساعتها قابلني نفس الكائن الموحش، بس المرة ديت كان أكبر، كان جسمه عبارة عن نار، والأبواب كانت زي ما هي، بس أنا جسمي كان مشوي، جسمي كان مفحم. بتكلم على الأجسام اللي هي كانت معلقة في الحبال في السقف. ساعتها خيرني للمرة التانية، وساعتها قلت له أريد التعارف أولا، وساعتها سابني كذلك. وتاني يوم رجعت أدور في الأوراق نفسها، وساعتها كلمت شيخ تاني أو دجال تاني عشان خاطر أخرج من اللي أنا فيه ده. وبعدين لما بدأ نفس الطقوس اللي عملها أول دجال جه معايا، ساعتها بصلي كده وقال لي اخرج اخرج بسرعة اخرج، وخرجت. وفجأة هو جه ورايا من قبل ما يكمل اي حاجة كان بيعملها. وساعتها بصيت كده قلت له في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي انت مجنون، انت جبتني هنا ازاي معاك؟ قلت له ليه، في ايه؟ قال لي اللي حاول يفتح المكان ده حضر جني من اقوى 5 ملوك، حضر عابس. وساعتها سابني ومشي، انا ما كنتش اعرف مين الملوك الخمسة ولا عابس ولا اي حاجة. ساعتها كلمت صاحبي اللي انا قلت لكم عليه ده، وقال لي يبقى كده مفيش بس غير زيان هو اللي هيساعدك. قلت له مين زيان؟ قال لي ده موجود في الحتة الفلانية، ده مبهر جدا وعارف شغله كويس وهو اللي هيساعدك. فروحت هناك دخلت عليه بعد ما لفيت قد كده عشان خاطر الاقي المكان بتاعه اللي هو ساكن فيه. وبعدين دخلت عليه لقيته راجل شيخ كبير في السن وخور جدا، دقنه طويلة وبيضة. وساعتها بصيت كده قلت له جدني ابوس ايدك، ارجوك الحقني، ارجوك ساعدني، انا واقع في عرضك، ارجوك ابوس رجلك ساعدني، انا في مشكله، انا في مصيبه. بص كده قال لي مات يا ابني، مالك؟ احكي لي ايه المشكله بتاعتك عشان اقدر اساعدك. قلت له، قال لي اقعد بس اقعد. قعدت وبدات ان انا احكي له القصه كلها. قال لي انت مجنون، ازاي يعملوا كده؟ يعني عشان خاطر تفتحوا مقبرة تحضروا حابس؟ قلت له هو مين عابس؟ مين عابس ده؟ فبدأ يحكي لي ان عابس ده من اقوى 5 ملوك في مملكة الجن اساسا، وصعب صرفه ومستحيل، يمكن يكون مستحيل. قلت له طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارجوك ساعدني، انا جيت عشان قالوا انك انت الوحيد اللي تقدر تعمل كده. قال لي لا، انا يا ابني بطلت الحاجات دي من زمان، وانا مستحيل ارجع لها تاني، مستحيل ارجع للحاجات اللي تغضب ربنا دي. قلت له طب ارجوك ساعدني، انا ممكن اعمل اي حاجه بس ساعدني. وبدات ان انا غريب الفلوس واقول له، عرضت عليه كل ما املك وكل اللي كان حيلتي ساعتها. وساعتها قدام اغراء الفلوس فعلا قال لي طب انا مش هاجي معاك، ولكن هقول لك هتعمل ايه بالظبط ولازم تعمله بالظبط، والا العواقب هتكون وخيمه عليك ومش عليك لوحدك، على ناس كتير قوي ومنهم قرايبك والناس اللي انت بتحبهم. قلت له مستعد اعمل اي حاجة. فقال لي على شوية حاجات كده واداني ورقة مكتوب فيها طلاسم. وبعدين مشيت من عنده، وانا جاي في الطريق لقيت اولاد كانوا بيلعبوا، فقلت الولد منهم صغير قلت له تعالى معايا الناحية التانية عشان خاطر هتشيل بس معايا حاجات. فقلت له
خد 10 جنيه اهي وتعالى معايا. فاخد مني فعلا ال10 جنيه وجي معايا، مش فاهم يعني ايه اللي هيحصل له. ساعتها اخدته الناحية التانية واخدت فرصة ان انا اختلف دي ومفيش حد معانا، رحت خبطته على دماغه ووقع اغمى عليه وحطيته في شكارة كده وشلته على سنوات كيس زبالة، ونزلت فعلا البدروم في نفس الليلة. ولما نزلت البدروم جبت المية وعملت زي ما قال الشيخ زيان بالظبط، وبدأت ناخد السائل الأسود ده على المية فبقت كلها سودة بلون الحبر، وفضيتها على الأرض. فجأة التراب كله على الأرض اتحول للون الأسود بنفس لون المية بالظبط. جمعت التراب ده كله وبدأت ان انا اعمل بيه الدايرة نفس اللي كان بيعمله الدجال اللي جبته اول مرة، ودخلت في وسط الدايرة. وساعتها ما كانش فاضل غير حاجة واحدة بس، القربان. لازم اقدم قربان. ساعتها بكل وحشية طلعت الولد اللي انا كنت خبطته على دماغه من الشكارة وذبحته. انا مش عارف جالي قلب ازاي ساعتها ان اعمل كده، وطلعت الورقة من جيبه وبدأت ان انا اقرا الطلاسم والحاجات اللي كانت مديها لي، واقولها واعيدها واقولها واعيدها واقولها واعيدها لغاية ما ظهر لي الكائن الطويل. وفجأة بصيت كده وظهر نفس النور تاني، وبعدين حسيت كأن حد خبطني على دماغي ووقعت. فجأة صحيت شامم نفس الريحة. أنا عارف أنا فين، أنا في البطروب. فجأة فتحت عيني لقيت نفسي قاعد على كرسي ومتربط ومحطوط حواليا شموع كتير وحوالين مني دايرة سودة. طب أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا فاكر إن أنا كنت في الدايرة وكنت بقول الطلاسم، إيه اللي جابني هنا وإيه اللي ربطني على الكرسي ده؟ فجأة سمعت صوت حد جاي من بعيد. منور يا مدحت يا اخويا. اخيرا شفت وشك، وشكلها تكون اخر مرة. ايه انت مين؟ مين اللي بيتكلم؟ انا مش عارف الصوت جاي منين. مين اللي بيكلمني؟ بقى مش عارفني؟ ده انا اخوك، يعتبر اخوك. اخويا ازاي؟ انا ماليش حد، انا وحيد اساسا، ابويا ما جابش حد تاني. فجأة طلع لي من الضلمة كده شاب في نفس سني، وبعدين بص لي كده وقال لي ازيك يا مدحت. طبعا انت متفاجئ ان انا في مكان زي ده دلوقتي، وللاسف يعني مش هقعد معاك كتير علشان احكي لك، وكمان ممكن ما تشوفنيش مره تاني. قلت له انت مين وعايز مني ايه؟ انا هقولك على كل حاجة، واعتبر ان ده الطلب الاخير اللي بيطلبوه، وهم على حبل المشنقة لما يقولوا له انت تطلب ايه. زمان ابوك الاستاذ محروس جاب ولد وكان عارف قصة القربان اللي احنا لازم نقدمه كل 20 سنة عشان خاطر عابس. انت تعرف عابس منين؟ مين اللي قالك الحاجات دي؟ اللي ما تعرفوش ان انا عارف من قبلك اساسا، ولما
أبوك اللي أنت تعتقد إن هو أبوك جاب الولد ده ساعتها، خاف عليه واتبنى عليه ولد تاني تقدر تقول من دار الأيتام على باب جامع لقى في الشارع كان متسول فاتبناه، والولد اللي هو خلفه من صلبه بعته يعيشه بره في مكان تاني مع أسرة تانية لفترة لغاية ما يقدم القربان. اللي عايزك تعرفه يا مدحت ان انت كنت الطفل ده اللقيط. ايوه يا مدحت انت لقيط. انا ايه؟ انت عبيط انت ولا بتتكلم ازاي؟ ده يبقى والدي وانا ما عنديش اخوات وانت مش موجود في حياتنا اصلا. اللي عايز اقوله لك يا مدحت ان انا اساسا الابن الوحيد والوارث الشرعي لابوك الاستاذ محروس، او اللي كنت فاكره ابوك اللي هو اساسا يبقى ابويا. وانت يا مدحت كنت مجرد لقيط، ابويا اتبناك علشان خاطر اللحظة دي، عشان خاطر تبقى في المكان ده وتموت هنا. ازاي يعني انا في الاخر طلع مش ابويا وانا اساسا؟ طب مين ابويا؟ لا 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 ده حاجات ملهاش دعوة بيا خالص، انا ماليش دعوة بالحاجات دي. انا موجود النهاردة يا مدحت علشان خاطر اقدم القربان، لان النهاردة عدت 20 سنة وانت اتوجدت علشان اللحظة دي عشان تكون انت القربان اللي هينجدني وينجد باقي العيلة. وساعتها بدأ يقول طلاسم غريبة وبدأ يتكلم صوت غريب ويقول ويعيد بس 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 يا اسمك ايه؟ انا اسمي عمار، حبيت اقول لك عشان خاطر ما اكونش حرمتك من حاجة يا اخويا. وبدأ يرجع يقول الطلاسم تاني. ساعتها انا بدأت افكر ازاي اخلص نفسي من حاجة زي كده. عمار طب مش ممكن تكون انت اللقيط ده؟ بكون انا الابن الحقيقي؟ ساعتها قرب مني كده وقال لي لا مش ممكن اكون انا، لان والدي قبل ما يموت قال لي على كل حاجة وحكالي. قلت له ما انا والدي قال لي كذلك على كده، وهو اللي حكالي وقال لي ان انا الابن الوحيد لي وان فعلا كان في لقيط، وانا ساعتها كنت بكدب عشان خاطر اخرج نفسي من اللي انا فيه. وساعتها استغليت ان هو قريب مني ورحت خبطته على رجله خبطة ألمته لدرجة ان هو اتعصب عليا، وساعتها خبطني بالقلم وقعت بالكرسي بره الدايرة. ساعتها حاولت ان انا افك نفسي وفعلا فكيت نفسي وبدأت ان انا اعمل برجل كده عشان خاطر افتح الدايرة. قال لي ايه ده يا مجنون ايه اللي انت بتعمله؟ وبعد كده زقني بعيد وقدرت افك نفسي وقمت. وساعتها مسكته وبدأت اقول الطلاسم اللي هو كان زيها مدهالي. قال لي بس اسكت بس هتموتنا احنا الاتنين. وبدأت اقول الطلاسم وانا ماسكه هو يضرب فيا وانا اقول الطلاسم.
وبرضو أقولها وعدها، أقولها وعدها، كان لازم الموضوع ده ينتهي، كان لازم أثر عابس ينتهي هنا. كفاية الناس اللي قتلهم والناس اللي أذاهم والناس اللي عاشت في خوف ورعب بسببهم، كفاية. علشان كده نهايته لازم تبقى النهاردة في المكان ده، وبدل ما هيبقوا قربان واحد هيبقوا قربانين.